طبعا ملاحظات بسيطة قبل ما نبدأ المحاضرة، راح تكون على جزئين. الجزء الأول 40 دقيقة، ناخذ استراحة 10 دقائق ليروح لشغلة أو صار عنده شوية بودهم. بعد الفترة اللي عنده سؤال هم يقدر. الجزء الثاني راح يكون 40 أو 50 دقيقة، وهم راح تكون فقط أسئلة. أنا أقدر أضمنكم إنه بهاي المحاضرة راح تستفادون كلش هواي، باعتبار الأستاذ عنده خبرة كبيرة بهذا المجال. أستاذ راح تحب تقدر تبدي. شكرا جزيلا على هاي المقدمة الجميلة. هذا تعاون إن شاء الله بيناتنا يبقى مستمر، إن شاء ونقدر الله. نفيدكم بهاي المحاضرة عن Evaluating Cement Bond Quality. شباب، مثل ما تعرفون يمكن هذا أكو ملاحظة شباب بأنه هاي تدشي بالأصفر هيك قاعد يصير. شباب، البرزنتيشن مالتنا راح يتكون من الأجندة مالتنا راح تتكون من لماذا نستخدم السمنت أول جزء، الجزء الثاني لماذا نستخدم الباوند لوج، الجزء الثالث راح يكون ويل بريبريشن حتى احنا نؤدي عملية التسميك ونؤدي عملية الرن باوند لوج بطريقة صحيحة. هاي لازم نسوي عملية ويل بروبريشن. النقطة الرابعة راح من هذا البرزنتيشن راح تكون الستاندر ميجرمنت تول. شباب، احنا اكو تولات قديمة راح نمضي بها لان هي الاساس في دراستكم اعتقد في البكالوريوس وفي في العمل، لان اغلب هذه التولات موجودة وفي العمل. اولا CBT هو السمنت باوند تول، والSBT سيكتور باوند تول، ذني ستاندر يعني هذني قديمات وموجودات في كل اللوجات. النقطه الثانيه، النقطه الخامسه من البرزنتيشن مالتنا راح يتكلم عن شلون نفسر ذني اللوجات. شباب، عندنا اربع نقاط لازم نعرفهم. الأربع نقاط بأنه شلون نحدد بأنه فري باي، سمنتور، جود بوند، فاكتور افكتينج اون سمنت. مثل ما تعرفون في تطور العلم والتطور في مجال هندسة النفط أدى إلى تطور التولات، لذلك احنا راح نعطيكم معلومات مبسطة أو تفصيلية مثل ما تحبون أنتم. أنا البرزنتيشن مالتي بيه تفصيل، بس احنا راح كأنتم كطلاب يفيدكم نذكر رؤوس أقلام عن هذه التولات. التول الـ PET بالس ايكو تول، يعني شباب البالس ايكو تول يعني مثل ما تعرفون الايكو المستخدم هسه لقياس هذا مال القلب، تقريبا نفس الوضعية ولكن في مجال هندسة النفط. والنقطة الأخيرة هو التراسونيك راديال سكانر URS. شباب، اليو ار اس تقنية جديدة وكلفتها عالية، لذلك تستخدم بقلة في الحقول العراقية. احنا راح نعرف السمنت، لماذا نستخدم السمنت. شباب، انتم ماخذين في المرحله الرابعه اعتقد، او في المهندسين الحاضرين المتخرجين يعرفون شنو فائده السمنت كما تلاحظون في الصوره يعني امامكم. عمليه التسميد هو ضخ السمنت عن طريق الكيسين، ومن ثم الخروج من اسفل الكيسين وتذهب الى الانيولوس مثل ما تلاحظون. شباب، هذا الانيولوس، هذا السمنت الموجود هنا شنو فائدته؟ The principal function of cement، الهدف من السمنت هو اولا restricted fluid movement between formation. شباب، مثل ما تعرفون هاي فورميشن، هذا فورميشن الاولى. شباب، يا ريت واحد يغلق المايك مالته. هاي الفورميشن نعتبر هاي الفورميشن الاولى، هاي الفورميشن الثاني. هذا السمنت لان اكو هنا كان انيولوس، اكو تواصل بين ذن النقطتين. إذا خلينا السمنت هنا راح يصير عزل بين ذني الطبقتين، احتمال هنا يوجد نفط، احتمال هنا يوجد مي، مي هنا وهنا نفط،
فهذا يؤدي إلى اختلاط المي بالنفط عن طريق هذا الأمينو أسيد. إذا استخدمنا السمنت راح يعزل ذني الطبقتين. إذن هاي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية support casing. الكيسينج شباب هذا الكيسينج إذا يكون من الجهتين منها فراغ ومنها فراغ هذا يؤدي إلى الحركة في الكيسينج ويؤدي إلى كذلك إذا تعرض إلى ضغوط عالية من داخل الكيسينج يؤدي إلى أو من خارج الكيسينج يؤدي إلى كولابس أو المشاكل المتعلقة بذلك. لذلك يسوى عملية دعم للكيسينج. هذني فائدتين الأساسية من السمنت. الفوائد الأخرى protect casing from corrosion. corrosion شباب الكروجن أكو طبقات تحتوي على H2S. هاي الطبقات اللي تحتوي على H2S مثل ما تعرفون شباب ال H2S يؤدي إلى تآكل المادة المعدنية والكيسينج مادة معدنية. إذا وجود السمنت يمنع وصول هذه المواد إلى الكيسينج وبذلك يمنع الكيسينج من الكروجن. النقطة الثانية prevention of blowout by quickly forming a seal. شباب blowout انتم ممكن كلكم سامعين به blowout اكو طبقات ذات ضغوط عاليه واحنا نعرف السمنت الكثافه مالته كثافته عاليه يعني كثافته اعلى من كثافه الطين تصل الى 1.85 او تصل الى 1.19 هذه الجرام بير سي سي طبعا وحداتها. هاي الكثافه العاليه تؤدي الى الطبقات ذات الضغوط العاليه ما تقدر ما يصير بها بلو اوت. اذا ايش راح يسوي لي؟ عمليه منع للبلو اوت. النقطه الاخيره سيلينج اوف زون اوف لوست سيركيليشن اور ثيف زون. شباب اكو طبقات تحتوي على بيرموبيليتي وبوروسيتي عاليه. هاي البيرموبيليتي والبوروسيتي العاليه شباب عندما نؤدي عملية الحفر أو نؤدي أي عملية أخرى سائل الحفر يتغلغل داخل هذه الطبقة ويصير lost circulation. من يصير lost circulation هاي يؤدي يعني لا ما نقدر بعد نحفر ولا نستمر بعملية الحفر. لذلك أحد الأسباب أو أحد الأمور حتى نتخلص من هذا نتخلص من هاي المشكلة اللي circulation شباب حتى نتخلص من هاي المشكلة نسوي سمنت بلاك. سمنت بلاك طبعا احنا مشتغلين على سمنت بلاك. بلاك يعني احنا نسميها بالمصطلح العام عندنا في مجال هندسة النفط او في المواقع بلاكات. نستخدم في احتمال في عمق واحد نستخدم اكثر من بلاك لان تفشل لان هذه تحتوي على بيرموبيليتي وبوروسيتي عالية تاخذ كل السمنت فحتى نتخلص من هاي المشكلة نستخدم السمنت. طبعا التأخير إذا يصير بالكلام هو بسبب إضافة بعض الأشخاص يعني شباب. preparing cement job حتى أنت تؤدي عملية السمنت طبعا هذه مقدمة حتى بعدين نجي نوصل للوغات حتى نعرف فائدة السمنت. من نعرف فائدة السمنت شباب راح من خلالها نعرف أهمية السمنت بوند لوغ يعني حتى نعرف أهمية هذا المجلس حتى نؤدي عملية السمنت بصورة صحيحة. شباب اكو دكتور هذا واجد سرعه قامت دكتور هو شو اللي تتري تمام سويت الميوت. preparing cement job حتى نؤدي عمليه التسميت بصوره صحيحه لازم نحضر بطريقه صحيحه. اول وحده شباب تيست سمنت احنا لازم ندخله للمختبر هذا السمنت مالتنا ونشوف بانه راح ينطينا المواصفات المطلوبه او لا. اذا اول شيء شباب لازم ندخل السمنت الى المختبر حتى نعرف مواصفات. الثانيه شباب المد بروبرتيز لازم نعرف صفات هذا المد المستخدم في عمليه الحفر لان راح نجري عليه بعض الحسابات طبعا هذا مو موضوعنا.
النقطة الثانية بس لازم تعرفون بأنه حتى نحضر بطريقة صحيحة لعملية السمنت بأنه لازم نعرف المد بروبرتيز يعني مواصفات الطين، طين الحفر هول كونديشن، لازم نعرف الظروف لهذا الهول، الظروف لهذا الهول، هاي النقطة الثالثة أيضا جدا مهمة. ثيكنينج تايم، شباب احنا لازم نعرف بأنه هذا السمنت من النزلة ونؤدي العمليات من إزاحة السمنت وهذه الأمور، لازم نعرف بأنه هذا شو وقت يصلب السمنت، لأن احنا عندنا أكو نضيف بعض المواد يسمونها accelerated، هذا accelerated معجل في عملية التسميك، معجل في عملية تصلب السمنت، في عملية تصلب السمنت. لذلك لازم نؤدي كل العمليات من إزاحة السمنت وهذه الأمور المتعلقة في ذلك قبل الثيكنينج تايم، قبل الثيكنينج تايم. لازم النقطة الخامسة هو السمنت ماتريال، لازم نعرف تركيب هذا السمنت. النقطة اللي بعدها هو سمنت بروجرام، لازم تعد برنامج لعملية التسميد، لازم تعد برنامج لعملية التسميد من حيث معرفة أولا العمق النهائي، كذلك معرفة الضغط الهيدروستاتيكي اللي لازم تتحمل الطبقة، لأن كثافة السمنت جدا عالية، وبسبب كثافة السمنت جدا عالية وعندنا أعماق كلش يعني أعماق بعيدة، وتعرفون بأن الهيدروستاتيك بريشر، الهيدروستاتيك بريشر بسبب الكثافة والأعماق تؤدي إلى ضغوط عالية جدا على الطبقة، لذلك لازم نعد سمنت بروجرام صحيح. سنترلايزر بروجرام، ايضا توزيع السنترلايزر شباب جدا مهم، لان احنا اذا ما وزعنا السنترلايزر بطريقه علميه وصحيحه، السنترلايزر شباب الهدف من عنده بانه يخلي هذا المجال الانيولاس مفتوح طيله فتره عمليه التسميد، لانه اذا بدون السنترلايزر شباب يؤدي الى ان الكيسينج يذهب الى اتجاه معين، يذهب الى اتجاه معين نحو الهول، ف يصبح فراغ في مكان ومكان لا يوجد به فراغ، فالسمنت يتوجه إلى جهة دون جهة أخرى، وهذا يؤدي إلى فشل في عمل. إذن لازم السنترلايزر بروجرام بطريقة صحيحة. وأهم نقطة أنا أشوفها وخاصة شفتها في المواقع، تشيك ريج بام، تشيك ريج بام. شباب إحنا البامات شنو فائدة البام مال أبراج الحفر؟ إحنا أدينا عملية التسميد، التسميد بأنه أكو تراك، اكو معده خاصه لعمليه التسميد، ضخت السمنت داخل الكيسين، بس هذا الشباب السمنت شلون اسوي له ازاحه بحيث يصل الى الانيولاس، شلون اسوي له ازاحه يصل الى الانيولاس؟ عن طريق البمات، بمات الضغطين، وبعد السمنت الضغطين بعد السمنت، هذا الطين عليه يعني شنو المعده الضخه؟ هي البم مال الرق، مال برج الحفر، لذلك لازم تشيكه، لان في اذا ما تشيكينها وتعطل هذه البمات في هذه العمليه يؤدي الى تصلب السمنت داخل الكيسينج، ويؤدي الى هجر البير والى مشاكل كبيره، لذلك ايضا معلومه مهمه لازم تخليها ببالك، تشيك ريج بام. اسباب فشل عمليه التسميد، خليهن ببالك، انت اذا خليت ببالك ذني الاسباب وتتجاوزهم راح تصل الى عمليه ناجحه في عمليه التسميد. اعطيكم الاسباب شباب، اول وحده السمنت لاب تيست، اذا عندنا ما سوينا فحص للسمنت، اذا ما سوينا فحص وما عرفنا مواصفاته، هذا احد الاسباب في فشل عمليه التسميد. الويل هيد لاندنج شباب، احنا اكو عمليه اسمها لاندنج، هاي اللاندنج تؤدي الى فشل، يمكن من توصلوا المواقع وتعرفوها الويل هيد لاندنج. النقطه الثانيه، النقطة الثالثة سمنت ماتريال باد كونديشن، المواد اللي مصنوع من عتها هذا السمنت كلش يعني مو صحيحة أو ما تناسب هذا الهول، ما تناسب هذا الهول. النقطة الرابعة ميكسينج ووتر كونتمينيتد، احنا التسميد حتى نسوي مزيج من السمنت حتى نضخه داخل البير هو لازم نستخدم الماء، الماء والسمنت، ماء والسمنت إضافة إلى بعض المواد، الماء والسمنت. إذا كان هذا الماء يحتوي على ملوحة عالية، يحتوي على مغنيسيوم عالي، يحتوي على كالسيوم عالي،
هذا يصبح ملوث الماء، والماء الملوث يؤدي إلى فشل في عملية التسميد. النقطة الأخيرة cement program not correct، بأنه البرنامج العادة لعملية التسميد غير صحيح. مثلاً الخطأ في الأطوال، الخطأ في تقدير حجم الأنيولاس، أمور هو يعني أمور جداً كثيرة تتعلق بالسمنت بروجرام إذا أخطأت بها يؤدي إلى فشل في عملية التسميد. شباب النقطة السكسوفالي سمنت جوب حتى تؤدي عملية التسميد بطريقة صحيحة لازم تحضر بطريقة صحيحة، good preparing and plan before job and listing clearing. يعني شباب لازم تخلي بأنه في بالك لازم تحضر بطريقة صحيحة، تحضر كل الأشياء المتعلقة بعملية التسميد، كل الأشياء المتعلقة بعملية التسميد. تسميد بوند يعني حتى بأنه تضمن بأنه هذه عملية التسميد صحيحة بأنه سوي سميد بوند، تيست سميد بوند after cementing and before the new hole. شباب احنا لازم نسوي تيست للسمنت، لازم نسوي تيست للسمنت، هذا جدا مهم. good isolating reservoir احنا حتى نعرف بانه هذا السمنت مالتنا يعني اديناه بطريقه صحيحه اذا عزلنا الطبقات عن بعضها، اذا عزلنا الطبقات عن بعضها. good hole condition، good hole condition الظروف للهول ايضا، يعني لو موجود عندك بلو اوت، يعني ما موجود عندك بلو اوت، يعني اذا وجود بلو اوت وانت تدعم عمليه سمنت يؤدي الى فشل، وهذه حدثت كثيرا يعني شفتها انا في المواقع، لان عندك بلو اوت وانت تدعم عمليه تسميد هذه يؤدي الى فشلها، ولا عندك مناطق بها لو سيركيليشن، لازم عندك جود هول كونديشن حتى تضمن بانه هذا التسميد. وكذلك النقطه الاخيره avoid failures من job reason، يعني الأسباب ذكرناها في المقدمة عن أسباب فشل السمنت إذا تجنبتها راح تؤدي إلى عملية نجاح مضمونة في عملية التسميد. شباب راح أعطيكم مثال case study. الcase study شباب هذا أخذناه هسه الاسم مالت البير، ما راح نطيل لأن يعني المعلومات سرية المعلومات. الويل أكويل في حقل معين في العمارة، هذا شبيه شباب after cement 9.58 casing client drill new hole without test cement form. نزل الكيسينج مالته 9.58 وأدى عملية التسميد، أوكي شباب ماكو مشكلة لهنا، بس شنو شباب ما سوى عملية السمنت بوند، يعني ما نزل لوج، ما نزل لوج خاص بهذه حتى يفحص السمنت خلف البطانة، ما فحص السمنت خلف البطانة. تلاحظ شباب نزل البريمة 8.5 حتى يحفر الهول الجديد، صار عنده absorb 9.58 casing collapse while drill 8.5 hole and found pressure in annulus 3000 PSI. شباب أنه عنده عملية التسميد بس ما نزل لوج، ما نزل لوج في فحص السمنت خلف البطانة. قبل مباشرة نزل بريمة 8.5 وصل إلى منطقة معينة، البريمة شبيها شباب بأنه ظلت ما تتحرك، توقفت في مكان معين. سبب التوقف شباب صاير كولابس، صاير كولابس بالكيسين. الكولابس شباب اذا ما يعني اذا ما تعرفوا هو يعني مثل عمليه دخول الكيسينج الى داخل الى الداخل، يعني انبعاج، يسموه انبعاج، انبعاج الكيسينج الى الداخل ادى الى نقصان في قطر الكيسينج من الداخل، ادى الى نقصان، بحيث اي بريمه او اي نبت ما تقدر تدخل داخل هذه الكيسينج حتى نبدأ بالهول الجديد. سووا هاي شنو يعني السبب برأيكم صار كولابس؟ بأنه أدى عملية تسميد فاشلة. شنو التسميد فاشل؟ كثافة كانت كلش عالية بحيث أصبح الضغط الخارجي، الضغط خلف البطانة جدا عالي بسبب أنه كثافة عالية والضغط داخل البطانة
كان كلش قليل، أدى إلى انبعاج البطانة إلى الداخل، انبعاج البطانة إلى الداخل. سووا ميلينج 9.58 كيسينج، سووا له عملية ميلينج طحن للكيسينج، هذا المقطع اللي المقطع اللي صار بيه كولابس، سووا له طحن، وبأنه استمروا يريد ينزلون بريمة حتى يحفون. بس قبل نزول البريمة نزلوا واير لاين، نزلوا واير لاين، من نزلوا واير لاين صار بيستك، من صار بيستك حاولوا بأنه يستخرجوا الستك، يعني عملية استحصال الواير لاين داخل الكيسينج، حاولوا يستخرجونه ما قدروا يستخرجوا هذا الواير لاين، سووا عملية قطع كات أذبتهم، قطعوه من الأسفل، قطعوه من الأسفل، وبقى الواير لاين، تعرفون الواير لاين معدات جدا باهظة الثمن، أو هذا أدى إلى دروب تو راديو أكتيف سورس إن ذا ويل أند كان نوت ريكفر إت، يعني بقى لأن هذا الواير لاين يحتوي على مصدرين للأشعة تو راديو أكتيف، وبقى داخل الويل داخل البير ما نقدر نستخرجه. بعدها أباندون ذا ويل، هجروا البير. هذا ايش كلفنا شباب؟ اولا كلفنا وقت، كلفنا ثمن باهظ، وادى الى هجران البير، يعني ما نقدر بعد نستخدمه في المستقبل، وخسرنا بانه تو راديو اكتيف. هذا شباب الراديو اكتيف لانه سورس يحتوي على اشعه، مصدر للاشعه، هذا وجوده في داخل الارض مصدر للاشعه يؤدي إلى تلوث، يؤدي إلى تلوث تلوث البيئة، يعني مثل ما تعرفوا شباب إذا هذا تلوث مثلا لوث الماء تحت سطح الأرض، وإحنا نريد نستخرج الماء للعمليات السقي، وهذا يؤدي إلى فشل أو يؤدي إلى تلوث هذا الماء ويسبب خسائر جدا كبيرة. إذن هذا كيس ستدي حدثت حاله بسبب انه ما سووا طريقه صحيحه في عمليه السمنت، ما سووا طريقه الصحيحه في عمليه السمنت. شباب هسه راح نعطيكم شنو الاسباب اللي ننزل بها لوج للسمنت، شنو الاسباب اللي ننزل بها. اولا شباب ننزل اللوغات مال السمنت تحت سطح الارض، راح نعطيكم امثله عمليه شباب تكون واضحه لكم. اول نقطه ديترماين هيدروليك ايزوليشن بين زونز اوف انترست، حتى نضمن بانه اكو عزل بين الطبقات، وهذا ذكرناه في بدايه فائده السمنت، ديترماين هيدروليك ايزوليشن بين زون، بانه ماكو تواصل بين الطبقات، حتى نصير عملية isolation عزل، حتى نعرف بأنه أكو عزل بين الطبقات أو لا، أكو عزل بين الطبقات أو لا، هاي النقطة الأولى حتى نعرف من عتها. النقطة الثانية located cement top، cement top شباب مثل ما تعرفون السمنت قلنا كثافته جدا عالي، هذه الكثافة إذا خلينا عملية التسميد من الأسفل إلى الأعلى، من أسفل البطانة إلى نهايتها إلى السطح، هذا العمق شباب جدا كبير وكثافة جدا عالية، يؤدي إلى عملية فراكتر للطبقة. لذلك إحنا شو نسوي في العمل؟ بأنه نوصله إلى ألف بلو سيرفس، يعني ما نوصل السمنت إلى السيرفس، نوصله إلى عمق معين بحيث ما يأثر لنا على شيء، على أي شيء، فنخليه دائما ألف بلو سيرفس، ألف بلو سيرفس. فهذا شلون نعرف بأنه واصل لهاي النقطة أو لا؟ عن طريق السمنت بوند لوج، عن طريق لوجات السمنت. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة determine feasibility of cement species. شباب أكو مناطق بأنه راح تفشل بها عملية التسميد، يعني يوجد في منطقة good cement، منطقة يصير بها بور، هذا المنطقة البور نقدر من خلال هذا اللوج
نعرف المنطقة هذه الضعيفة ومن نحدد المنطقة الضعيفة نقدر نسوي سكويز للسمك، نسوي بشكل ملخص يعني بشكل بسيط لأنه ثقوب داخل الكيسين، ومن خلاله نضخ السمنت بطريقة قوية، نضخ السمنت بطريقة قوية. هذا يسمونه عملية السكويز، evaluate quality of cement، وكذلك نقيم نوعية هذا السمنت، نقيم نوعية السمنت خلف البطانة. راح نعطيكم شباب شنو المبادئ الأساسية للسمنت بوند لوك. سمنت بوند لوك شباب هو المبدأ مالته كواستيك بالس. شنو كواستيك بالس؟ يصدر لنا مجموعة من النبضات الصوتية، مجموعة من النبضات الصوتية شباب، العديد من النبضات الصوتية. بعدين يسمونه هذا ترانسميتد، ترانسميتد يعني باعث للموجة. وعدنا هنا شنو شباب؟ بسيفر، بسيفر استلام. من نبعث؟ نبعث موجات صوتية. من خلال الموجات الصوتية نقدر أكو موجات صوتية تصل إلى الكيسينج وترجع للرسيفر، أكو بعضها توصل للفورميشن وترجع، وأكو بعضها تصل إلى السمنت وترجع. إذن هنا من خلال هذه الموجات الصوتية، من خلال هذه الموجات الصوتية راح نعرف الكواليتي مال السمنت. شباب هذا الكواليتي مال السمنت، راح نعرف الكواليتي مالته هل هو جيد او غير جيد عن طريق شنو شباب؟ عن طريق الموجات الصوتيه. زين شلون؟ شلون نعرف بانه هذا السمنت مالتنا جود او بور، بانه جيد او غير جيد؟ من خلال الفقدان الطاقه للكواستيك بالس. شلون شباب؟ بانه احنا بعثنا موجات صوتيه، وصلت الموجات الصوتيه الى الفورميشن ورجعت، يعني نقدر نقول بطريقه سريعه بانه ما تعرضت الى اعاقه. اذا ما تعرضت لاعاقه بانه موجود، ما موجود سمنت خلف البطانه. بينما اذا فقد في الطاقه مالته هاي الموجات، فقدت الطاقه مالتها، دليل على وجود السمنت خلف البطانه، دليل على وجود السمنت خلف البطانه. لان من مميزات السمنت بانه يسوي دامبين، دامبين سونيك انرجي، دامبين سونيك انرجي يعني يمتص طاقه هذه الموجات الصوتيه، فترجع الموجات للريسيفر، ترجع الموجات للريسيفر طاقتها جدا قليله. اذا من عرفنا بانه طاقتها جدا قليله، من خلاله نعرف بانه اكو سمنت خلف البطانه. اذا خلي نلخصها بطريقه مبسطه، اذا كانت قيمه الموجات الصوتيه اللي احنا نقيسها بالطول عاليه، دليل على شنو شباب؟ دليل على ما موجود سمنت خلف البطانه. اذا وصلت لنا الموجات بكميات قليله، دليل على وجود السمنت خلف البطانه. لذلك راح نعطيكم شباب هذا VDL، هذا VDL. الموجات الصوتيه راح توصلنا اول بدايه من الكيسينج، تصل يعني تضرب في منطقة الكيسينج وترجع، هذا هاي الموجات الأولى. الموجات الثانية تصل إلى الفورميشن وترجع. إذا first sonic arrival normally due to casing، due to casing used for qualitative not quantitative. يعني شباب إحنا ما عندنا، هي تقييم، تقييم طريقة نوعية مو طريقة كمية، طريقة نوعية وليس طريقة كمية، يعني تعتمد يعني لها اعتمادات اخرى مو على اعتماد على شيء واحد. دوت ميجر هيدروليك سيل بات رادر ذان لوس كواستيك انرجي، انرجي لوس ريليتد تو انرجي ليفل. مثل ما ذكرنا شباب انه اذا اكو سمنت خلف البطانه، هذه الموجات راح تقل الانرجي مالتها، راح تقل الطاقه مالتها، بحيث من تصل الى الريسيفر، من تصل يعني كميتها قليلة، وهاي الكمية القليلة من خلالها نعرف أنه وجود السمنت خلف البطانة. بينما إذا ما موجود سمنت خلف البطانة، بأنه تصلنا بكميات كبيرة والإشارة تكون عالية، والإشارة تكون عالية. راح نعطيكم سمنت بوند تو سي بي
CBT. CBT شباب مكون من Multiple Transmitter and Receiver Tool. عندنا باعث للموجات، احنا هذا نسميه Source. شباب نسميه Source، باعث للموجات، وعندنا Receiver. Receiver يكون على بعد 3 ويكون على بعد 5. شباب راح ما أدري نعطيكم السؤال أو أنا راح أجيب عليه، ليش موجود 3 على بعد 3 فوت وموجود على 5 فوت؟ لأنه الموجات اللي تصطدم بالكيسين تكون قريبة، فمن تنعكس توصل إلى 3 فوت، بينما اللي توصل إلى مسافات بعيدة فمن ترجع حتى تصير ريسيف إلها حتى استلام ما يعني ما تنعكس بهاي المنطقة، تصل إلى هذه المنطقة 3 فوت، لذلك صار ريسيفرات مختلفة في مكانات مختلفة. Variable density measure from 3 foot receiver. وكذلك أكو معدات سمونها جامارا والسي سي ال. الشباب الجامارا والسي سي ال دائما موجودة في كل اسمنت بوند تول، يعني موجودة ذني شغلتين موجودات. هسه راح نعرف شنو أسباب وجود ذني الأمور. أولا CVT log، هذا إحنا قلنا ستاندر موجود، هذا في كل موجود، يعني غالبا ما موجود في كل اللوجات، موجود في كل اللوجات. راح أعطيكم كل واحد وشنو يعني. شباب أولا Basic log presentation، هذا Basic موجود شباب في كل اللوجات. أولا نجي Amplitude. Amplitude خليه في بالكم جدا مهمة، الامبليتيود جدا مهمه، من خلاله نقدر نعرف هل يوجد سمنت خلف البطانه او لا. وهسه نعرفكم شباب شنو شلون نطلع بانه اكو موجود سمنت خلف البطانه او لا. ترافلينج تايم، هذا ترافلينج تايم زمن وصول الموجات الصوتيه. فيرابل دنسيتي لوج، هذا الفي دي ال، في دي ال فيرابل دنسيتي لوج شباب. جاما راي، هذا والسي سي ال. شباب الجامارا يمكن انتم مطلعين عليه، السي سي ال، السي سي ال يحدد لنا المناطق نقطه تواصل بين جوين وجوين ثاني. شنو قصدي جوين؟ يعني الكيسينج احنا مو ننزله داخل البير، هاي منطقه الاتصال بين كيسينج القطعه الاولى والقطعه الثانيه، هاي يصير نقطه تواصل. حتى نعرف هاي نقطه التواصل من خلال سي سي ال، حسن من خلاله نعرف بانه هنا اكو نقطه تواصل بين الجوين رقم مثلا الفرضه رقم 10 والجوين رقم 11، هاي نقطه الاتصال بينات سي سي ال. سي سي ال الى تاثير هسه نعرف ايضا على اللوجات، على اللوجات. هسه عرفنا كل واحد شنو معناه، هسه راح نفسر. شباب ركزوا ويا شباب حتى تفسرون بطريقه صحيحه. حتى أول نقطة عن طريق الـ CBT، CBT شباب Free Pipe Example. هسه شباب نجي مثل ما ذكرنا Amplitude. الـ Amplitude، شوف الـ Amplitude قراءته جدا عالية. إذا احنا قلنا شباب بالساعة، إذا قراءة اللوك جدا عالية يعني ما فاقد الطاقة، إذا ما فقد الطاقة يعني ما موجود اسمنت. إذا كانت قراءة الأمبليتيود عالية، هذا يعني معناه بأنه غير موجود اسمنت خلف البطانة. هسه تقول لي شلون نعرف بأنه هاي القيمة عالية أو واطئة؟ شباب الأمبليتيود قيمتها تعتمد على من؟ راح أعطيكم الأشياء اللي تعتمد عليه. أولاً كثافة الكيسين، كثافة الكيسين، حجم الكيسين، حجم الكيسين. لأن النقاط لازم تعرفونها، بأنه إذا من خلاله تعرف القيمة بأنه أكو فري بايب. يعني شنو الفري بايب شباب؟ بأنه ما موجود سمنت خلف البطانة، ما موجود سمنت خلف البطانة. هسه هاي الأرقام أكو جداول خاصة بها تقدرون تطلعون عليها، بس إحنا نحكي بشكل عام. بما أنه الأمبليتيود جدا عالية، إذا لا يوجد سمنت خلف البطانة. هاي عن طريق الامبليتيود. عن طريق الفي دي ال، من خلال الفي دي ال شباب اذا تلاحظون الفي دي ال
يكون بطريقة مستقيمة، خطوط مستقيمة ما صاير بيها مثلها يعني هيك نسمي شيفرون أو رابش يعني يصير تموج في الطبقة. بما أنه بخط مستقيم ما بيها صاير تموج، دليل على شنو شباب؟ دليل أنه ما موجود سمنت خلف البطانة، ما موجود سمنت. إذا صار أن النقطة الأولى الأمبليتيود جدا عالية، والنقطة الثانية بأنه هذا البديال يكون بخطوط مستقيمة، يعني لا يوجد سمنت خلف البطانة، لا يوجد سمنت خلف البطانة. وكذلك تأثير الكلر، تأثير الكلر يكون جدا عالي. شلون شباب تأثير الكلر؟ هاي هسه مو نقطة تواصل جوينت بجوين عن طريق السي سي ال، عرفنا سي سي ال هنا عرفنا بأنه نقطة تواصل جوين بجوين بتكون قيمته يسوي لنا يقلل من قيمة الامبليتيود، وكذلك يسوي لنا حركة رابش خلال. تأثيرها جدا قوي لأن اكو فري باي، يعني اكو فري باي تأثيرها جدا قليل. هاي القيمة راح تقل إذا وجود سمنت. هاي القيمة مثلا بدل ما يصل إلى هذا المربع احتمال يصل إلى هذا المربع لأنه يوجد سمنت خلف البطان. إذا تأثير السي سي ال أو تأثير نقطة تواصل الجوين الجوين يكون جدا عالي. إذا هسه ثلاث نقاط تقدرون تعتمدون عليها حتى تعتبرون ما موجود سمنت خلف البطانة. أولا الأمبليتيود جدا عالية، ثانيا هذا يكون البي دي ال بخطوط مستقيمة، والنقطة الثانية تأثير السي سي ال يكون تأثيره جدا عالي، تأثيره جدا عالي. جدا عالي هذا بشكل مكبر. شباب احنا ذكرنا بانه السمنت احنا ما نوصله الى منطقة للسيرفس، ما نوصله للسيرفس. اذا تلاحظون الامبليتيوت هنا جدا عالية، اذا الامبليتيوت جدا عالية وهذه في خطوط مستقيمة يعني هنا ما موجود سمنت. تلاحظون ديقل السمنت، ديقل الامبليتيوت، قيمة الامبليتيوت لحد ما وصل اقل قيمة. من خلال بأنه عرفنا وصل إلى أقل قيمة بدأ وجود السمنت. ليش هنا صارت ما أدرس شباب حتى يكون حتى تعرفون بأنه الأمبليتيوت قيمتها قليلة؟ لأنه السمنت هنا موجود، السمنت إلى وجود. وتلاحظون يعني من خلال وصل اقل قيمه هاي عرفنا بهذا العمق، هذا العمق هسه هاي 125 150 التقسيمات بيناتهم تجي تخلي هاي القيمه نقول هنا التوب مال السمنت، هنا التوب مال السمنت. من خلاله عرفنا التوب مال السمنت، التوب مال السمنت. هسه شباب النقطة الثانية عرفنا التوب مال السمنت، أول بداية عرفنا اكو فري باي، النقطة الثانية عرفنا التوب من خلال السمنت بوند، النقطة الثالثة شباب الجود بوند، الجود بوند. نو كلر ايفنت، تأثير الكلرات جدا قليلة. شوف هسه شباب هذا يكون ربش من البداية أو ربش أو نقطة تموج، شوفون البيديال من البداية للنهاية، يعني هنا اكو سمنت بشكل صحيح. قيمة الامبليتيود جدا قليله، جدا قليله، وتاثير الكلر شو تشوفوه شباب قليل تاثير، بينما من كان فري كانت قيمته تصل الى ثلاث مربعات او اربع مربعات، بينما هنا تاثيره جدا قليل، تاثيره جدا قليل. اذا هذا سمنت جود بوند، جود بوند. هذا بصوره مكبره، صوره مكبره البياده تشوفوه شباب هذا يصير رابش كلش عالي شيفرون، وكذلك الامبليتيود قيمتها قليله وتاثير الكلار جدا قليل. تلاحظون هسه هذا كلار عندنا تاثيره جدا قليل، ليش؟ لان هنا يوجد سمنت، بينما لو كان فري السمنت ما موجود خلف البطانه. لا تلاحظون هذا تاثيره جدا عالي، جدا عالي، تاثير الكلار جدا عالي. شباب السي بي تي ليميتيشن هسه عرفنا شلون نفسر. يمكن المستمعين شباب اكو واحد عنده سؤال شلون يعرف يفسر او لا؟ واضحه؟
أو هستعد عشتي لك. تمام حتى نعبر المرحلة الجديدة. العفو أستاذ أحمد. تفضل أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. حياك الله. ألو ألو أستاذ أحمد زين. إذا بالكلر نفسه بالكلر يعني ولا الكلر أكو سمنت بوند جيد شون راح يبين؟ هو يعني حتى لو ورا الكلر اكو اي شيء اكو سم. دكتور هسه بس خلي شويه. دكتور مثل ما تلاحظ احنا بالساعه بالفري فايب بالفري فايب هو هسه الامبليتيود بتلاحظه في منطقه الكلر يقل بانه يفرض بانه اكو فد شيء موجود. احنا نعرف الكلر نقطه تواصل تكون يعني كيسينج بكيسينج ثاني، يعني قطعتين كيسينج راح يصير بهاي المنطقة، قطعتين كيسينج في هاي المنطقة. نعم. إذا تلاحظ الأمبليتيود تقل يعطينا مؤشر على وجود سمنت، بينما هو مو مؤشر على وجود سمنت، هو كلر. بس شنو الدكتور إذا تلاحظ بأنه إذا ما موجود سمنت خلف البطانة، هاي المنطقة اللي يقل بها تلاحظها صارت أقل من نعم. أقل المربع، بينما لو موجود يعني أقل المربع لأن أكو سمنت خلف البطانة، بينما إذا ما موجود سمنت خلف البطانة تلاحظ هاي القيمة تصل إلى مربعين، يعني قل إلى مربعين أو ثلاثة. تأثيرها جدا كبير الكلرات، تأثير جدا كبير الكلرات. نعم. شكرا جزيلا دكتور. شكرا أستاذ. شباب أكو ليميتيشن الهاي التول، أكو ليميتيشن هاي التول. اولا ميجر افريج كواستيك سيجنال. شباب يقيس لنا الافريج وهذا مو صحيح، يقيس لنا الافريج لان احنا هسه نجينا تولات جديده ما يقيس الافريج، يقيس كل موجه على حده، يقيس كل موجه على حده. اذا هاي احد الليميتيشن مالته. شباب الشانلات سمولر ذان 30 درجه، من يوصل الى 30 درجه انزال هذا النوع من التولات يكون جدا صعب. كذلك الفاست فورميشن، اكو راح يجينا مصطلح الفاست فورميشن ان شاء الله في قادم المحاضره، تاثيرها جدا يعني صعب ولا ما نقدر نميزه بهذا اللوج. اجى لوج جديد شباب، اللوج هسه عرفنا الاول بدايه سي بي تي، هسه هنا راح ناخذ اس بي تي سيكتر باوند تول. شباب السكتر شنو هذا؟ راح measure the quality of cement bond laterally، يعني راح يقيس. إن شاء الله إحنا وراء SBT راح نتوقف، بس نخلص SBT راح نتوقف. SBT شباب هو يقيس لنا laterally، يعني شنو شباب laterally؟ يعني يقيس بشكل دائري، يقيس بشكل دائري حول محيط الكيسينج، محيط الكيسين قيس لي اياه بصوره دائريه بريفورم تراديشنال فيكتور ميجرمنت. هذا التول من يتكون شباب، احنا قلنا دائما راح يصير عندنا سي سي ال وجامارا اذا موجودات بكل واحد. اكو سيكتر بوند ترانسميتر، اكو باعث للموجات، وشوفوا شباب سيكتر ميجر بوينت و3 فوت ميجر بوينت 5 فوت فوت ميجر بوينت. شوفوا الريسيفرات مالته راح تكثر لان راح تصير بجوانب، في كل الجوانب. هذا بصوره يعني واضحه، تكون صوره واضحه. لاحظوا الشباب راح يحتوي هذا السكتر 8 سكترات، يعني 8 اجهزه تكون كل 45 درجه راح يخلون جهاز حتى يقيس الموجات الصوتيه، لانه يريدون يقيسون السمنت خلف البطانه بشكل لاترالي، بشكل لاترالي. هاي صورة واضحة بحيث انتم شباب هسه تلاحظون. شوفوا هسه هذا السمنت، هنا سمنت موجود باللون الرصاصي، هسه هذا نعتبر هذا السمنت، وهاي المنطقة ما موجود سمنت، شنب ما موجود سمنت. هذا الجهاز مالتنا الاس بي تي، شوفوا ايش راح يقيس، راح يعطيكم اشارة بانه هاي المنطقة بيها سمنت وهاي المنطقة ما بيها سمنت باللون الابيض، بينما هنا اجى اعطاكم اياها كلها لونها رصاصي، يعني موجود. شوفوا هسه شباب داير ما داير موجود سمنت، داير ما داير الكيسينج موجود سمنت، فتلاحظون كلها لونها رصاصي، بينما هنا كان لون ابيض
وهنا كان لون ابيض بانه موجود شانل موجود شانل. راح نعطيكم اياه بصوره العمليه الحقيقيه الموجوده عندنا في الحقول. Measure the quality of cement mold laterally. هاي اخذناها فهمناها واضحه كانت. Good channel identification و also provide standard log presentation. شباب هذا هو ال SVT. هذا اللوج ال SVT بتلاحظون يعطينا مثل ما نقول احنا نعبر عنها ترشه. شباب خلي طفي المايكروفون لانه المايكروفون ما مفتوح بيأثر عليه. ال اوكي تمام. شباب تلاحظون بانه يقيس لنا السمنت خلف البطانه ولكن يسويه بشكل مسطح بشكل مسطح. هذا دائري اذا سويه بشكل دائري راح نعرف المناطق الشنا، ولكن احنا حتى لين هو على ورق راح يكون بهذا الشكل راح يكون بهذا الشكل. شوفوا شباب هسه احنا عرفنا هذا السي بي تي انتهى لهنا، ذني سي بي تي انتهى لهنا. بتلاحظون الاس بي تي هذا اللون الفاتح يعني موجود ما موجود هنا السمنت، هذا اللون ابيض يعني ما موجود السمنت هنا خلف البطانه، يعني هنا موجود شنل اكو شنل، بينما كل ما تخف لونه يدل على وجود السمنت غير جيد، بينما اذا صار دارك فانه السمنت خلف البطانه جيد جيد. من خلال هذا وكانه ما صوره ماخذين خلف البطانه، ماخذين صوره خلف البطانه. يعني هنا عرفنا موجود شنل، هذا الشنل يعني منطقه عباره عن شيء فارغ ما موجود به سمنت، ما موجود به سمنت. هذا من خلال الشنل يعني هذا يؤدي الى كونكشن بين الطبقات، اكو اتصال بين الطبقات عن طريق هذا الشنل. اذا هذا التسميت مالتنا غير صحيح، التسميت مالتنا غير صحيح او غير جيد، مو غير صحيح ولكن غير جيد. هسه راح نفسر لكم اول نقطه. احنا قلنا شلون نعرف الفري باي، بتلاحظون شباب لونه ابيض وكانما صوره ماخذ خلف البطانه للتسميت، ما موجود سمنت لونه ابيض، اذا هنا فري باي يعني ما موجود سمنت خلف البطانه. وايضا اكو شواهد ثانيه اخرى علي بانه هذا البي دي ال مالتنا بخطوط مستقيمه وكذلك قراءتنا للامبليتيود جدا عاليه، الامبليتيود جدا عاليه. شلون نعرف التوب مال السمنت؟ بتلاحظون واضحه التوب مال السمنت، واضح جدا التوب مال السمنت. هذا الشباب هنا كله ابيض يعني ما موجود هنا سمنت، بينما هنا بدا يصير دارك هذا موجود سمنت. وايضا مؤشر اخر هو الفي دي ال ومؤشر اخر هو الامبليتيود على وجود السمنت. نقدر نحدد من خلال هسه هاي القيمه نجي باتجاه اليسار وهاي الاعماق هذا 25 وهذا 50 نقدر نحدد منطقه التوب مال السمنت. الجود بوند شلون نعرف بانه اكو عصره سمنتيه خلف البطانه جود؟ بتلاحظون اللون الاسود الغامق، الاسود الغامق، كل ما يكون لون اسود غامق دليل على وجود السمنت وجود السمنت بصوره جيده، ونقدر نعبر عن هذا السمنت بانه جود جود. شباب لهنا هي الجزء الاول من المحاضره. اكو واحد عنده سؤال استفسار؟ مهدي تسمعني؟ وياك استاذ شباب. قبل لي عندي سؤال استاذ عادي، يعني اذا كانوا خارج المحاضره او ما شابه لو الا من داخل المحاضره حتى يكونوا يعني على علم؟ لا ماكو اشكال، اي واحد عنده سؤال خليه يطرحه او عن طريقه او عن طريق اي شخص. شباب بلا زحمه اللي عنده سؤال يقدر يسال بصوره مباشره او يكتب بالشات وانا اطرحه للاستاذ. السلام عليكم استاذ احمد. وعليكم السلام استاذ. بس النقطه الثالثه مال خلف البطانه يوجد اسمنت، نعم. شنو كان التاثير كلش قوي، شنو كان ما سمعت الاسم؟ عيدي السؤال ما وضع عندي شنو صار، حتى لو ارجع للسلايد التردي حتى اشرحها لك. يا سلايد قصدك؟ لا لحظه استاذ، هذا سلايد أه
استاذ النقاط اللي ذكرتهن انه اذا كانت قراءه الامبليتيود عاليه فان غير موجود الاسمنت خلف البطانه. النقطه الثالثه شنو كانت؟ اي صحيح بانه ذكرنا الامبليتيود اذا كانت كلش عاليه يعني دليل على انه ما موجود اسمنت خلف البطانه. شنو النقطه الثانيه؟ زين، والنقطه الثانيه، النقطه الثانيه الفي دي ال. اوكي اوكي تمام، هسه وضحت. خلينا نجي بالتسلسل، احنا ذكرنا لهنا بس يعني السؤال شلون كان، شنو يعني طرح السؤال ما انتبهت لين؟ ما ادري هو مو سؤال، احنا هسه نعتبر انت هسه السيلين لو يعني تجاوبين ما فهمت. يلا اوكي استاذ جاوبني الجواب. تمام، احنا قلنا الامبليتيود اذا كانت قيمتها جدا عاليه دليل على انه الاسمنت غير موجود خلف البطانه. تمام، النقطه الثانيه الفي دي ال، في دي ال تكون قراءتك خطوط مستقيمه، خطوط مستقيمه، والاس بي تي، هذا الاس بي تي شبي يكون لونه ابيض. الاس بي تي تكون تاثيرها كلش عاليه غير هاي الاس بي تي ده تلاحظين وكانما الصوره خلف البطانه، شوفيها تلاحظينها اللون ابيض. هسه هاي واضحه عدش وضحت؟ تمام اي واضحه، شكرا استاذ. العفو. بعد من عنده سؤال؟ شكرا جزيلا على السؤال ست تقوى. عفوا استاذ، اكو فد شيء ما واضح او سؤال عنده؟ طبعا احنا هسه من هاي اللحظه شباب اخذنا الستاندرد يعني اللوجات اللي موجوده او قديما او راح نعطيكم شباب اللوجات الحاليه او تستخدم في المواقع الان وايضا متطوره ما راح نخوض بها بشكل تفصيلي، هو اكو شرح لها تفصيلي انا ذاكره بالمحاضره هاي، بس احنا ما راح نتطرق له قبل مباشره يعني نروح على الشيء اللي يفيدنا، مباشره نروح على الشيء اللي يفيدنا. لوجات جدا مفيده وايضا اصبحت سهله يعني مو مثل السابق، يعني التطور العلمي فادانا اكثر شيء. من عنده سؤال بعد؟ تمام مهدي عندك سؤال؟ لا استاذ عاشت ايدك. اكو فد شيء واضح؟ اكو فد شيء ما واضح؟ الصوره واضحه؟ تمام الصوره والشرح والصوت. شكرا جزيلا لك مهدي. بعد شنو الجماعه من عنده سؤال؟ يتفضل. اكو شات؟ نشوف اكو شات. يقول بس يا ريت انه تشرح لنا تذكر لنا معنى المصطلحات الانجليزيه. شوي جاي اعاني من عتم. اوكي اي مصطلح، اي مصطلح تشوفوه ما واضح لكم انطوني اياه انا اترجمه لكم او اعبر عن او اشرحه لكم. شنو ما واضح انطوني اياه. بس العفو استاذ، كم يوم المحاضره؟ احنا متفقين انه المحاضره تكون يوم واحد يعني راح على ساعتين. يوم واحد الجزء الاول، يوم واحد يا بس هم حسبانهم الجزء الثاني جزء اليوم التالي. لا بس الجزء هسه باخذ بس خمس دقائق هيك استراحه ونرجع نكملها يعني هسه حاليا. اوكي استاذ. إذا عندي أنا مواضيع أخرى للمحاضرات ولكن في قادم الأيام إن شاء الله مواضيع علمية وعملية في آن واحد إن شاء الله إذا صار تعاون بيناتنا. إن شاء الله أستاذ ما تقصر. هسه ناخذ خمس دقائق مهدي، هسه بس ساعة، هسه بالتسعة ودقيقة واحدة يعني تسعة وست دقائق نرجع إن شاء الله. تمام أستاذ. أوكي. هو راح يبقى يعني ال اي خلي العرض موجود، خلي العرض، خليه عرض ولكن خمس دقائق نزيد شرب ماي او اي خمس دقائق، اي خمس دقائق ان شاء الله وانا ارجع للمحاضره. تمام استاذ. تمام شكرا جزيلا.
استاذ هسه صارت 5 اذا تحب يعني ترجع العفو استاذ موجود السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بلشت الحمد لله شباب تمام شباب خلصنا من السي بي تي والاس بي تي ان شاء الله كان واضح طريقه تفسيره هسه نجي اكو مصطلحات لازم تعرفونها شباب فاكتور افكتنج لوج ميجرمنت اكو بعض العوامل مؤثره على قياسات اللوجات احنا عرفنا اللوجات شلون تقيس وش قد قيمها هسه حاليا نعرف شنو عوامل مؤثرة على اللوج وخاصة السمنت بوند لوج أولا مصطلح يسمونه المايكرو أنيولاس شباب أكو مصطلح يسمونه المايكرو أنيولاس تعريفه small gap between casing and cement small gap between casing and cement يعني أكو فراغ موجود بين الكيسينج والسمنت هذه يسمونه مايكرو أنيولاس يعني يكون جدا دقيق او جدا قليل يسمونه مايكرو انيولاس ثم سمنت شيث ماهر تمام ثم سمنت شيث اكو يكون طبقه السمنت خلف البطانه تكون جدا رقيقه هاي ايضا تؤثر على عمليه قياسة أو تأثر على عملية لوج ميجرمنت قياسات اللوجات الثاني الثالثة نقطة الثالثة ديفيدد ويل ديفيدد ويل أكو هاي الأبار الأفقية شباب كيسينج لونج لاين أون لو سايد بأنه بما أنه زاوية أفقية يعني يكون أو مو زاوية أفقية زاوية دايركشنال يعني بحيث أنه بير مائل هذا الكيسينج راح يصير بسبب الجرافيتي يميل للجهة السفلى يميل للجهة السفلى هذا احنا مصطلح نسميه هيتشي بالمصطلحات اللي العملية مالتنا هذا من يصير على الجهة السفلى يلتصق على جدار البير من تأدي عملية التسميد راح يكون في الأعلى فقط ما أدري أخو هاي الرسومات شلون تظهر مهدي عندك معلومة هاي اللون الأحمر يظهر لكم
هذا اتوقع تضغط عليها وتلقيها مشابه. هو هاي يعني موجود مين بسبب الزوم، فالطلاب ما يدون يعني بالغلط بس يحطون لهم على الشاشه يصير. ما ادري شو، يلا نستنى. افقط عليها كو خيارات تطلع لك. ماكو اضغط عليها ما يظهر ليش. على العموم خلصنا من ال divided well، نجي لل channeling. channeling يعني شنو؟ void which allow fluid to migrate. اكو مثل ما ذكرنا بس اكو شباب بالرسم مالتنا اكو منطقة يصير بها نفس الفراغ، هذا الفراغ يؤدي الى تواصل بين الفلويد بين الطبقات. ايضا هذا channeling مؤثر على قياسات اللوغات. الفاست فورميشن بس ذكرنا شباب الفاست فورميشن مصطلح جديد. سونيك فيلوسيتي اوف فورميشن ايكوال تو جريتر ذان سونيك فيلوسيتي اوف كيسنج. شباب احنا مثل ما عرفنا الكواستيك سونيك يعني الموجات الصوتيه تصل اول شيء يعني في البدايه لمن؟ للكيسنج وترجع. للكيسنج وترجع. هاي الفاست فورميشن يعني اول موجه ترجع لللوك هي عن طريق يعني اللي من عكسه من الكيسنج، لان اول جزء تجي من عنده. ولكن هاي الحاله ما راح تصير ويا الفاست فورميشن، هاي طبقات بحيث انه السونيك فيلوسيتي اذا اصطدمت بها الموجات الصوتيه راح ترجع لنا قبل وصول الموجات من الكيسنج، قبل وصول. وهذا السبب يؤدي الى خطا في قياسات اللوغات، خطا في قياسات اللوغات. الفوم سمنت سمنت فول انيولاس بات هاز فور سونيك دامبنج بروبرتيز بوندد باي ريسبونس هاي هاير امبليتيود. شباب احنا هذا الفوم اكو سمنت يسمونه فوم حتى يقللون من كثافته، يضيفون بعض المواد تقلل من كثافته، هو يتصلب ويصير سمنت ولكن كثافته جدا قليله. ايضا هذا مؤثر على قياسات اللوغات، قياسات اللوغات. المايكرو انيولاس لاسباب مالتها شباب بريشر ديفرنشال بليست اون كيسن. شنو هاي قصدي به هذا المصطلح؟ بريشر اون سمنت بلاك بريشر تيست كيسن ستيميليشن. ستيميليشن هاي ثلاث نقاط خاصة بالبرشر ديفرنشال. Different hydrostatic pressure on casing changing wall volume. يعني احنا من نغير الكيسنج من نغير العفو الطين حتى نزيح به السمنت، من نغير هذا التغير في الطين يؤدي الى مايكرو انيولاس. والنقطة الثانية thermal expansion contraction. شباب احنا الكيسنج اللي يتعرض الى ضغوط والى العفو الى درجات حرارة عالية في الاسفل، هذا يؤدي في بعض الحالات الى expansion، في بعض الحالات الى contraction، يعني يتمدد ويقل من حجمه، هذا يؤدي الى حدوث المايكرو انيولاس. وعرفنا احنا المايكرو انيولاس شباب يعني اكو راح يصير مجال بين الكيسنج والسمنت، اكو مجال هذا المسافه بين الكيسنج والسمنت. اسبابها احد اسبابها thermal expansion contraction او طريقه ميكانيكيه ميكانيكال موفينج باي اثر سمنت، تحريك الكيسنج بعد عمليه التسميك، يحرك الكيسنج. وهاي ايضا دائما ما تحدث في عمليه اللاملين، تحدث في عمليه اللاملين. شباب هسه هاي المايكرو انيولاس مو يعني موضوع تفصيلي خليته هنا شباب، بس راح اعطيكم شلون نعرف اكو عندنا مايكرو انيولاس او لا، شلون نعرف اكو مايكرو انيولاس او لا. احنا اجينا هنا قرينا الكيسنج، قرينا لقينا الامبليتيود جدا عالي، لقينا الامبليتيود جدا عالي، وايضا يدل على انه ما موجود سمنت خلف البطانه. بينما عرضنا الكيسنج الى 7 ميجا باسكال، عرضنا بحيث انه صارت عمليه استطاله او تمدد في الكيسنج بحيث اصبح السمنت مطابق او ملتصق مع الكيسنج. يعني السمنت اصبح يعني عرضناه الى ضغط من الداخل، من داخل البطانه،
التصق السمنت، فهذا المايكرو انس اختفى، فهذا من اختفى اجتنا قراءه السمنت بصوره جدا جيده، دليل على انه موجود مايكرو انيولاس، دليل على موجود المايكرو انيولاس. سمنت شانلين، هذا السمنت شانل نقدرون نشوفه شباب، هذا الشانل، هذا الشانل، لانه اكو فراغ وكانما صاير نفس المجرى، هذا المجرى يؤدي الى تقدر تشوفونه، هذا شيء سميناه احنا SBT سمنت باوند لوك سيكتور، سمنت سيكتور باوند لوك، سيكتور باوند لوك SBT. بشوفوا شباب هاي ايضا شانل حصلناها من الفاست فورميشن، هاي ايضا تعريفها الفاست فورميشن، فاست فورميشن والترافل تايم هاي عرفنا، يعني الموجات اللي ترتطم بالفورميشن وترجع لنا تكون اسرع من ارتطام الموجات احنا بالمعتاد، اول موجات تصل الى اللوك هو اللي ترتطم بالكيسم، ولكن بالهاي فورميشن، هاي النوعيه يسمونها فاست فورميشن، تكون هذه الموجات اسرع من الموجات اللي ترتطم بالكيسين. هذا شو يسبب؟ This formation make the amplitude curve invalid due to the shift in the wave form outside the gate setup. شباب ها شنو هاي؟ ايش راح يسوي لنا المشكله؟ لان هذا تصل موجات قبل هاي الموجات الاخرى يعني الثانيه، يؤدي الى قيمه الامبليتيود، قيمه الامبليتيود تخرج خارج السيتاب، يعني هاي تخرج خارج السيتاب، تخرج ايضا. هاي خلصنا منها حتى نخلص، نتخلص من هاي المشاكل كلها، راح ننزل الايكو فالس ايكو تول. هسه هذا التول الجديد اسمه BET بالس ايكو تول يوزنج الترا سونيك، ايضا نستخدم الالترا سونيك، النوعيه قبل هناك نستخدم السونيك ويف، هنا يسموها الالترا سونيك، يوزنج الترا سونيك ترانسيودر ذات اونلي ميجر كيسنج كوستيك امبادنس، يعني باسم مقاومه الكيسنج للموجات الصوتيه، ايضا راح نوضحها هاي بشكل عملي. اللو كونتينوس سمنت باوند ايفالويشن، نقدر نقيس السمنت او هل هذا السمنت جيد او لا حتى مع وجود المايكرو انيولاس. سيركمو تنشال بوند كواليتي ميجر، وايضا يقيس لنا الكواليتي مال البوند مال مال السمنت، وتراديشنال فيرتيكال اكستند ميجرمنت. شباب هذا شكله يحتوي على ريسيفرات 3 فوت، هاي من في من عتاد، و8 ترانسليتر يعني 8 يعني سورس موجات حتى ينطينا موجات صوتيه، احنا سميناها الترا سونيك مو سونيك، هنا الترا سونيك 8 باعثات للموجات الصوتيه. سمنت باوند ايفالويشن شانل ديتكشن اند اورينتيشن، يعني ايضا يعطيك اياه باتجاهات مختلفة، ما يتأثر بالطول اكسسنتريستي اند كيسنج اوفاليتي، يعني ما يتأثر بأنه هل هذا الطول مالتنا في المنتصف أو صاير على جهة، يعني يقدر نستفاد من عنده في الديفيدد ويل الآبار الاتجاهية، بالآبار الاتجاهية. هاي شباب راح نعطيكم فكر عنه، تتلاحظون شباب هسه هذا الكيسنج، هذا الكيسين، هذا شنو راح ينطينا؟ الترا سونيك، موجات الترا سونيك. الموجات باللون الاحمر هي تصل الى هنا للكيسين وترجع وترجع، بتلاحظون الموجات حجمها نفس الحجم، الاخضر والاحمر نفس الحجم، يدل على وهذا باللون الابيض يعني ما موجود سمنت خلف البطانه، ما موجود سمنت خلف البطانة. راح نعطيكم مثال ثاني حتى تفرقون بيناتهم شباب. شوف هنا عندنا سمنت، خرجت الموجات بحجم كبير وصلت للكيسينج. العفو استاذ، رجعت ب تفضل. العفو استاذ، بس بالفيو اوبشنز تقدر تمسح هذا الشيء. شلون؟
من الانوتيت. وين موجودة هاي؟ أعلى الشاشة أكو خيار اسمه View Option. نعم Clear أسوي له؟ Clear أريسا. أوكي تمام صار. تمام شكرا جزيلا. أوصل شباب هسه شوفوا الموجات، موجات باللون الأخضر تصطدم بالكيسينج، من تصطدم بالكيسينج ترجع باللون الأحمر. شوف حجمها قل، حجمها قل، بأنه يدل على وجود السمنت خلفها البطانة، موجود السمنت خلفها البطانة حتى تفرقون بيناتهم. هو هذا ال... هذا البي اي تي، هذا البي اي تي. تلاحظون قيمته، يا هذا السمنت موجود قيمته جدا قليلة، يدل على وجود السمنت خلف البطانة، على وجود السمنت خلف البطانة. هسه هنا شباب تلاحظون هذا قيمة الامبليتيوت عالية. هسه إذا عن طريق الامبليتيوت نقول بأنه ما موجود سمنت خلف البطانة، نجي الفي دي آر نقدر نعتبره أيضا خط مستقيم، أيضا خط مستقيم نقدر نعتبره خط مستقيم. بينما شفنا خط مستقيم يعني باعتبار ما موجود سمنت، ما موجود سمنت. بينما نجي للاس بي تي ينطينا لون رصاصي، يعني هل هو يوجد او لا، هم نقدر نشتبه بانه هل يوجد او لا سمنت. بينما نجي للبي اي تي كميات الامبيدانس مالته جدا قليله، اذا يدل على وجود السمنت، يدل على وجود السمنت. الفوائد البي اي تي ديتكت شانل ان اول فورميشن، نقدر نحدد الشانل كذلك دايركت ميجرمنت اكواستك، ويقيس لنا الامبيدانس مع الموجات الصوتيه، يعني مقاومه الموجات الصوتيه. يكون اكثر تاثر بالاكسترلايزيشن، يعني هذا التول مرات هاي التولات ما توصل بصوره صحيحه، لان اذا مالت بجهه دون جهه اخرى، بس هذا التاثير جدا قليل على هاي التول البي اي تي ليس تو مايكرون. المايكرون انولاس تاثيرها جدا قليل. إذا تغلبنا على هذه المشكلة بإنزال التول الجديد هو البي اي تي. هاي سيركمفيشن ريزوليوشن يعطينا ريزوليوشن جدا عالي، ريزوليوشن جدا عالي. نجي للأخير اللوج الأخير اللي هو لوج، يستخدم بصورة قليلة لأن الكلفة مالته جدا عالية ونزلة في آبار معينة وآبار محددة فقط، يسمونه الأتراسونيك ريديال سكانر URS. URS من يعني سامعين بهذا URS can be used in open hole bore hole، يعني نقدر نستخدمه بالopen hole ونستخدمه بالcased hole، يعني مو شرط نقيس، يعني open hole نعرف بأنه ما موجود casing، الcased hole بأنه موجود casing، يعني نقدر نقيس به بالحالتين. يعني اجنور سمول مايكرو انلوس، تاثير المايكرو انلوس يكون جدا قليل. نون سنسيتيف تو فاست فورميشن، الفاست فورميشن ذكرناها بالساعه اللي تاثيرها جدا عالي على السي بي تي والاس بي تي، بينما هنا تاثيرها ينعدم تقريبا. وايضا الفوم سمنت، احنا بالساعه ذكرنا الفوم سمنت بانه تاثيره جدا عالي على قراءات اللوجات، بينما هذا اللوج يتغلب على هذه المشكلة، يتغلب على هذه المشكلة. الميجرمنت تكنيك يعني إذا نخوض بها شوية تكون مفصلة وكثيرة، يعني جدا تتعمق بها، بس إحنا راح نروح مباشرة الأدفانتج مالته. الأدفانتج نقدر نحدد من عنده تشانل، هل هذا الشانل هو لارج او سمول. شوف وصلنا الى مرحله بانه هذا الشانل احنا بس باللوجات القديمه نقول اكو شانل هنا، بينما في هذا اليو ار اس شباب هل هو هذا الشانل لارج او سمول، يعني هل هو كبير او صغير. المايكرو انولاس ايضا تاثيرها جدا قليل او مهمل، او كذلك لا يتاثر بالفاست فورميشن. النقطه الثالثه لا تاثر بالفاست فورميشن،
واللايت سمنت والفوم سمنت شباب، حتى احنا قلنا بالساعة اللايت احنا اكو فوم سمنت نستخدمه حتى نقلل من كثافة السمنت، وهذا السمنت والكثافة قليلة مؤثر على اللوغات، يعني قراءة اللوغات تكون جدا غير جيدة، يعني جدا يعني غير جيدة، بينما هذا الـ URS ما يتأثر ضمن النوعيات من السمنت. يعطينا indicate casing geometry and idea of thickness، ايضا يعطينا الكيسينج مالته الجيومتري مالته وكذلك فكره عن الثيكنس مالته. الديس ادفانتج مالته يعني يعني ديس ادفانتج سمنت ايفالويشن افكت باي كيسينج كوروجن، اول نقطه لانه يتاثر بالكوروجن شباب، يعني هو الكوروجن هو تاكل بالكيسينج، هذا التاكل بالكيسينج ياثر على قراءه اليو ار اس، يؤثر على قراءة اليوز. سايل إفكت باي هيفي دريل فلويد أو أويل بيزمان، كذلك إحنا ما ننزله بالأويل بيزمان والدريل يعني ودريلينج فلويد إذا كان كثافته جدا عالية أيضا هذا غير مفضل، غير مفضل إنزال اليوارس. إذا هسه نقطتين شباب، إذا صار عندنا كروجين أو نزلناه بالأويل بيز ما، وكذلك تأثير الثين سمشير تأثيره أيضا جدا عالي، تأثيره جدا عالي على اليو ار اس. شباب راح أعطيكم، شوفوا شباب اليو ار اس مالتكم، اليو ار اس الصورة لما موجود خلف البطانة، خلوها ببالكم. اليو ار اس هو قد ما هو متطور وسعره غالي جدا وتكنولوجيا عالية، ولكن تفسيره جدا جميل وواضح. شوفوا شباب، نجي للكلر، اللون مالته اذا كان وايت لون ابيض، اكواستيك امبيدانس تكون من 0 الى 38 بانه موجود عنده غاز. شوف نعطيك صوره اذا اعطاك لون ابيض يعني موجود غاز. اذا لايت بلو دارك بلو، يعني شوفوا هذا من اللايت بلو حد الدارك بلو، الاكواستيك امبيدانس تكون ذني قيمته، وشنو يدل؟ يدل على وجود ليكويد غاز او فريش ووتر، ليكويد غاز او فريش ووتر. يلو لايت براون، شوف هذا التدرج في اللون، يدل على وجود هيفي دريل فلويد او لايت سمنت. يعني شباب من خلال اللون نعرف ما موجود خلف البطانه، من خلال اللون نعرف ما موجود، بينما نجي هنا لايت براون دارك براون، وكذلك في الاحتمال على الكواستيك امبيدانس نقدر نقول لو امبيدانس سمنت، اكو سمنت بس لو امبيدانس مقاومته جدا قليله. دارك براون لونه كلش صراحه يصير دارك، ميديوم امبيدانس سمنت يعني السمنت موجود ولكن ميديوم. بلاك اذا صار باللون او الامبيدانس مالته اكبر من 5 راح يكون هاي امبيدانس سمنت، يعني السمنت ذو كواليتي جدا عاليه. هسه شباب راح اعطيكم مثال، أعطيكم مثال. هسه هذا لون أبيض وايت كلر، يعني موجود غاز من خلاله، هو راح يعطيكم هذا الشكل ما راح يكون. الأزرق يعني موجود فريش ووتر، اليلو كلر يعني موجود طين. إذا هنا أيضا عرفنا مو أهل يوجد سمنت أو لا، انطانا الصورة خلف البطانة، انطانا صورة خلف، يعني نقدر نعرف بأنه هل يوجد ووتر، هل يوجد غاز، هل يوجد دريلينج فلويد، هل يوجد سمنت، وهل هذا السمنت بطريق موجود بور يعني ضعيف او جود، نقدر نفصل بيه تفصيل. بتلاحظون شباب هسه هذا سمنت توب وشانل اكزامبل، شوف هذا مثال، شوف تلاحظون هذا الشانل وكانما صوره خلف البطانه، صوره ملونه خلف البطانه، ونقدر من هذا العمق نعرف بانه هذا التوب مال السمنت، توب مال السمنت. بالمقارنه مع الفيديو ايش تشوفوه هنا شباب، قراءته بصوره يعني ما بي تموجات، بينما هنا صار تموجات عاليه. والنقطه الثانيه بانه هذا الصوره بس اكو شانل، حددنا التوب مال السمنت بس اكو شانل، هذا شانل. هاي صوره ايضا واضحه، تلاحظون هذا الامبليتيود، شوفوا شباب الامبليتيود جدا قليل، البي دي ال صار بشيفرون يعني ربش، صار بتموجات
بينما هنا استقر، هذا دليل على وجود السمنت. الاس هذا اللي كلهم شباب، الاس بي تي تلاحظوا لونه اسود، هذا اللون الاسود او دارك يدل على وجود السمنت. بيجينا هنا البي اي تي تلاحظون شباب البي تي قيمته جدا قليله، الامبيدانس مالته جدا قليله، اذا يدل على وجود السمنت هنا جدا عاليه، يعني ما موجود سمنت. نجي لليو ار اس، اذا كل اللي اخذناه من البدايه للنهايه وكانه ملخص. احنا شباب تلاحظون لونه من الغامق الى البراون، يعني موجود اسمنت ولكن متدرج، اسمنت ولكن متدرج من حيث القوى، يعني اما يكون ميديا او هيفي او لايت. Thank you for your listening. شكرا لكم ولاستماعكم ولاصغائكم للمحاضره. اللي عنده سؤال يتفضل. استاذ احمد، بس بالنسبه للرابط مال الاسماء مال يعني مال المشاركين، اكو رابط على مود الشهادات لو ماكو رابط؟ عفوا دكتور، يم اللجنه اللي او الاسماء مال الطلاب. استاذ هاي محاضره يعني استاذ ماجد حسين. العفو استاذ، هاي محاضره يعني مو كورس. يعني ما بيها يعني ما بيها حضور. لا لا، هو يعني المعلومات القيمه اللي حصلناها اشوف افضل من الشهاده. لا لا، انا مو عبالي اكو بها، لان انا هو يعني من يصير كورس يصير بشهاده، بس كمحاضره يعني اغلب شابترات ما سووا هالشيء. بس السؤال استاذ احمد اذا ممكن. تفضل دكتور، تفضل للوقت. بالنسبه للشانلنج اللي جاي يصير بالسمنت. نعم. يعني مرات اكو يصير شانل هواي. اي تمام. يعني عالج الشانل فقط اللي بين يعني مثلا بالمعالجه نريد نسوي سيكويزنج. تمام. نعتمد نسوي سيكويزنج للسمنت، يعني البيانل مو نسوي لها سيكويز نسوي لها. دكتور احنا في الواقع العملي نسوي بورفوريشن. اي انا راح اعطيك الواقع العملي اللي احنا نشتغل عليه. دكتور احنا بما احنا عندنا اهم شيء منطقه البيزون، طبقه الطبقات المنتجه، اذا شفنا اكو عزل كافي حتى لو موجود شانل في مكان معين، مكان معين نعم. اخر ما موجود به شانل، بس منطقه البيزون منطقه المنتجه اكو عزل بها، بحيث لانه ما ترتبط بالطبقات الاخرى. اذا شفناها ما ترتبط بالطبقات الاخرى وعندنا السمنت حتى لو يكون طبقات معينه، يعني مو كلش قد متر مترتين يفصل لنا البيزون عن بعضها او بالتواصل مع الفورميشنات الاخرى، احنا ما نسوي سيكويز. بينما دكتور احنا بالواقع العملي اذا شفنا ما اذا ما شفنا يعني ماكو عزل، يعني شانل بحيث من البدايه للنهايه، هذا الدكتور اذا موجود هذا الشانل بحيث من نسوي بيرفوريشن للطبقه راح يصير الانتاج خلف البطان، اذا لابد ان نسوي سيكويز. احنا اهم نقطة عندنا اذا موجود عزل ما نسوي سكويز، اذا العزل انفقد لا نسوي سكويز. نعم. اي دكتور. شكرا دكتور. شكرا لك. شكرا لك. بس العفو استاذ، يعني هسه هاي المحاضرة ما بيها شهادة؟ لا احنا انا محاضر منتدب للاس بي، ما اعرف بعد هاي التفاصيل يم الاس بي. لا ست قرار ما بيها شهادة يعني. محاضرات بالعاده ما تكون بها شهاده حضور، تكون على شكل من كروس يعني اكثر محاضرات، لف محاضرات اربعه تصير بها شهاده. اوكي اوكي تمام، شكرا شكرا.